كان مهم جدا يا ماما ننزل الشارع بقى ونعرف ونسأل رأي الناس ايه في قصة الوصاية دي. تعالوا نشوف مع بعض. انا بقول الام هي ادرى باولادها وبظروفهم وايه احتياجاتهم، واكيد الام هتبقى يعني مش هتفرط في حقوق اولادها، يعني ده وجهة نظري. القانون بياخد من مصادره هو الشريعة الإسلامية، ولا يجوز يبقى في نص في القانون مخالف للشريعة الإسلامية. عشان كده هتلاقي ان الأب لما بيتوفى بينتقل للولي الشرعي، هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرعه، خلاه شرعي. انت ازاي اصلا هتبدله؟ يعني ازاي هتجيب الأم او هتجيب حد تاني مكان الجد؟ ده غير اصلا انتوا ليه مش فاهمين هو ليه بقت للجد؟ عشان تفضل علاقة الرحم متواصلة بين الأبناء والجدود. الأم برضو الأم هتخاف على مصلحة ولادها، وأكيد بتعمل لهم يعني كل الحاجة اللي فيها خير ليهم، لكن ممكن الجد يكون قاسي شوية. بعد الأب هو الجد، لأنه طبعا الجد بيبقى طبعا بيبقى راجل، والراجل دايما الولد أو الطفل بيبقى ليها مشاكل كتير جدا لا تقوى السيدة على إن هي تقوم بيها. ليها طبعا هي ليها مهام كتيرة جدا طبعا عظيمة احنا عارفينها كلها، لكن موضوع الوصية بالذات زي ما وضعوا القانون وكان المشرع ليه فلسفة إن هو يوضع الوصية للجد، فبالتالي وصية الجد للأطفال وصية لابد أن تكون قائمة. لا بس طبعا الأولوية للأم طبعا، ده هي والدتهم، يعني ازاي صعب ان حد غير الام هي اللي تبقى تتولى المأمورية دي، صعب. ده حتى هي الام اقدم الاب كمان يعني. والله هو نعمل تعديل على اساس ان الام هي اللي هتكون مسؤولة، لان الطفل صغير والجد مش هيقدر يراعي زي الام، فالام هي اللي بتقوم بشؤون الطفل كلها، لكن الجد لو كان عنده جدة بقى. وحضرتك انا افضل اللي يكون الوصاية للجد، الجد الاب، عشان ما تبقاش الام متصرفة الكامله في الطفل بمعنى صح. يعني الام لو مثلا سلوكها مش ولا بد، فلازم يكون في شريك، يبقى الام من ناحيه والجد من الاب من ناحيه ثانيه، بالجد بيبقى مكان الاب اللي توفى بالظبط. هو طبيعي الام بتبقى بالعاطفه خبرتها قليله، انما الجد طبعا هو يعني مربي اجيال قبل كده ومربي ابنه كده، فطبيعي هو بيحتضن ولاده سليم، وتبقى الوصية كاملة ليه طبعا سليم، وهو طبعا مش هيبخل ولا هيكل ولا يعني هيحرمهم من العطف أو أي شيء، فده طبيعي وأمر طبيعي إن الوصية تروح للجد. يعني أعتقد إن هو كان لازم يبقى ميسرين الأمور أكتر من كده بالنسبة للولاد اللي هو باباهم متوفي، والست الأرملة أو الراجل الكبير كمان اللي هو بيبقى ولي شرعي على اولاده، اولاد ابنه. اكيد بيمارس بعض التعقيدات، لما يقعد يقول لا ده ياخد، لا ده ما ينفعش ده يبقى واصي عليه، لا ما يعني، وما يجي يصرفوا حاجه، فواتير حاجه، مصاريف مدارس او كده، يعني بيعطل المواضيع شويه. المجلس الحزبي بصراحه 10/10 بامانه، يعني بالنسبه لو الطفل مثلا طلع له فلوس من الاب ولا حاجه بعد وفاته، الإجراءات سهلة وسليمة وفي أمانة بصراحة في المجلس الحزب بأمانة. يعني هي حسب القانون، برضو بتمشي حسب القانون، بتشرع حسب القانون، يعني مش ما بضيفش جديد، يعني مع احترامي للمجلس الحزب يعني. والله أنا شايفة دلوقتي إن في القوانين الجديدة طالعة فيها تسهيلات كويسة قوي قوي للأم وللطفل يعني. ورجعنا تاني ومعانا المحامية مها أبو بكر، وبنتكلم عن الوصاية ويعني وبنتكلم من قلبنا، وعايزين نوصل لكل ثغرات القانون. ما لازم ثغرات القانون لازم نعرفها، ونوصل لحقوقنا إحنا كستات وحقوق كل الزوجات اللي جوزها توفى، وفي الآخر عايزين إيه من القانون، هنقولها في الآخر. إحنا كستات كلنا بنطالب إيه في تعديلات القانون 2023. طيب مها، عايزين نعرف إيه أبرز تعقيدات الوصاية اللي بتواجه الأمهات، إيه العقد اللي في حته الوصايا دي اللي بتواجهني انا كأم؟ طول امد التقاضي، دي رقم واحد. تاخد قد ايه يعني طول ال...
لا مفيش قد ايه، دي بقى الكارثه. يعني احنا حتى شفنا ده في المسلسل. يعني شوف انا سالتك سؤال مثلا، لو انا قاعده عندك في المكتب دلوقتي كمحاميه فانا جاي دلوقتي ارفع قضيه، اقول لك هو طب يا مها هتاخد قد ايه وقت؟ لا مش عارف. هتردي عليا الرد ده؟ يجي لي جلطه. بالظبط يجي لي جلطه. الله ينور عليك. يعني انا وانا قاعده كده يعني هكبر في السن لغايه ما يعني اخد الوصايه، ما لازم يبقى ليها مده بقى. دي الازمه بقى ان احنا المحامي بين المطرقه والسندان، ما بين الموكل وما بين الاجراءات. يعني احنا ما عندناش حلول، انا في الاخر بعمل اجراءاتي لكن ما فيش مقاط لهذا الامر. يعني ما فيش يعني مثلاً في الشيكات وفي النفقه والحاجات دي بتبقي عارفه ان القضيه تاخد قد ايه تقريبا ست تقريباً شهور سنه بالظبط، لكن ده ما يمنعش ان ممكن تبقى اطول من كده. ليه؟ لان ما فيش مقاط حاكم ليها قانوني. يعني ما فيش مثلا يقول لك ايه تحل القضيه دي في خلال يفصل فيها في خلال ست شهور، ما فيش الكلام. انتوا كمحامين اعتقد من فتره طلبتوا ان القضايا كلها يبقى مكات. ليها وقت بالظبط. يعني الست اللي راح هتطلب نفقه دي اللي معهاش فلوس في جيبها بدل ما تنحرف وترمي عيالها في الشارع لازم تعرف انه مثلا ست شهور وتاخد الفلوس اللي هتاكل بيها اولادها. مش بس شهرين ثلاثه اربعه. مش بس مش بس المقاط، خلينا نقول ان الوقت ده حاجه مهمه جدا، خلينا نقول ان الرسوم القضائيه حاجه مهمه جدا جدا جدا. هي اصلا مش لاقي معهاش. هي ما معهاش فلوس تركب مواصلات زي ما شفنا السنه اللي فاتت برضه في المسلسل بتاع امل فاتن. أيوة امل حرب فاتن حرب. يعني الست قالت له انا ما معيش، انا بوكي فيه 10 جنيه صح. لا انا اللي استفدت بيومي. أيوة. ولا انا اللي وفرت الفلوس ولا انا اللي خدت حقي. فاهمه قصدي؟ أيوة. انه في الاخر كمان طول امد التقاضي دي واحد، يعني طول فتره القضيه احنا بالزبط. دلوقتي في مشكله ان احنا ما نعرفش القضيه دي تاخد قد ايه في المحاكم. بالظبط. تاني حاجه مصاريف كتيره جدا. الله ينور عليك. ففي طبعا ستات مش قادره تدفع الكلام ده. صحيح. طب هل ما ينفعش المحكمه تدفع المصاريف دي لغايه ما انا استقبل ورثي او اخد الوصايه؟ الحقيقه ان صندوق الاسره المفروض بقى ان شاء الله ان شاء الله يعني نواجه بيه سياده الرئيس. هو منوط بيه القصه دي، اللي بيقول لك طب انا دلوقتي رايح اعمل قسيمه جواز او رايح اتجوز، انا مالي ادفع ليه للي هيطلع؟ انا مش هطلع. وقلبوا الدنيا. لا يا حبيبي، حاجه مهمه جدا ان ده مش بس للي هيطلع، ده كمان للارمله. مفيش حد فينا ضامن عمره. صح. افرض لا قدر الله توفق الله زوجتك بعيالها، هتروح فين لحد ما يتحكم لها في المحكمه؟ هيتصدى هنا صندوق الاسره. يعني دعم الاسره. انا برضو ما كنتش فاهمه قوي، قعدوا الرجاله طبعا يطلعوا كوميكس وازاي وانا ادفع فلوس ليه قبل ما اتجوز؟ طب انا مش متجوز، طب وانا مالي بالارمله؟ لا مالك ايه؟ طب ما صح، يعني انت بتحط فلوس عشان بدل ما الست دي تتمرمط في المحاكم. بالظبط، عشان تحمي نفسك وبيتك ومجتمعك. انه في الاخر دي مسؤوليه مجتمعيه والله. وانه في الاخر المدفوع مش قد الفايده اللي عايده على المجتمع ككل.